إسماعيل تفتار صام بكب بريع جاءت منذ بداية الثورة في إحاطة بالعائلات المعوزة ومحدود الدخل، وخاصة عابر السبير وبعض ضيوف تونس من طلب الأفارقة من مبيتات الجامعية المجاورة. قلنا حاولنا معناها في بداية الثورة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. وكانت لنا كذلك حديث نحبه كثيرا: الصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه. دينا منذ بداية الثورة ب 150 وجبة، الآن حطمنا أرقام قياسية وأصبحت هذه معناها مائدة الرحمن ملاذ لكل معناها فاقد السند في معناها الإحاطة بهم، وكانوا معناها يأكلون أشهى وأطيب الأطعمة التونسية، وفي ماكلة معناها في مطعم لا فيه لا من ولا أذى بقدر ما هو هذا يوم للفرحة. كل يوم فرحة، كل يوم عرس، كل يوم حب، كل يوم عطاء، وكل يوم تكافل وتضامن، خاصة في الأحياء الشعبية هذه اللي موسومة بحب العطاء وموسومة بالآخرين وبالإحاطة بالآخرين. ما كان لله دام وتصل، وما كان لغير الله انقطع وفصل. الحمد لله الآن مائدة الرحمن تقدم أكثر من 1800 وجبة يوميا. عندنا 1000 وجبة معناها مقدمة معناها في محمود، وبالنسبة للمقاعد اللي يقعدوا لهنا ما يقارب من 850 مقعد يوميا ممتلئ، والحمد لله بكل فرحة بكل حب بكل عطاء. شكر لكل من قدم لهذه المائدة ولهذا العطاء ولهذا الجهد الرباني كل العطاء، وشكر خاص للمسرين من المنطقة الشعبية بالكبارية اللي هما كانوا الحاضنة الشعبية لهذه المائدة، وكل يوم يحافظون عليها ويقدمون لها من المواد الغذائية ومن كل شيء معناها بشكون هذه يوميا معناها موجودة وكل سنة موجودة في احتضان صائمين واحتضان معناها عابر السبيل. والحمد لله والشكر لله فارقة منذ معناها سنوات ولهم مكان معناها، وخاصة طلبة الأفارقة من المبيتات الجماعية المجاورة يكونوا ضيوف يوميا معناها في كل رمضان، ونحاولوا نكرموهم إكرام معناها مبالغ فيه في بعض الأحيان. هم ضيوف تونس، وتونس دائما في القلب، تونس مضيافة، وربي يحمي تونس وربي يبارك معناها في هذا الجهد المحمدي ولو حتى بالكلمة الطيبة.